اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عليم الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عليم الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله يا حبايب صلوا على الهادي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبايب صلوا على الهادي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بنشيد العاكف والبادي لو تسمع جبريل ينادي لو تسمع جبريل ينادي أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيف الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على صلي عليه وسلم.
يا حبيبنا يا حبيبنا وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب صلى الله عليه. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشفيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يبعث من دهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه السحائب صلى الله عليه. فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السمع انتباك ثاكب قدماه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب صلى الله عليه. آمن به الطب وسلمت عليه الأشجار وخاطبت الأحجار وحن إليه الجد حنين حزين النادم إداه تذهر بركتهما في كل شيء حتى في المطاعم والمشارف قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مرام صلى الله عليه. إن أوذي يعفو ولا يعاكب وإن خاصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاتيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
ثم ردوا من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب. فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إلي أرواح المحبين على الأقدام والنجايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. حدا حادي السرى باسم الحبائب فهز السكر أعطى فالركائب. صلى الله عليه ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والمنايا. صلى الله عليه قد عجت بالزمام ولا تسقها فقائد شوقها للحي جاذب فهم ضربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. صلى الله عليه أما هذا العكيك بدا وهذه كباب الحي لاحت المضارب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي النور يجلي الغيائب وقد صح الرضا ودنا التناكي وقد جاء الهنا من كل جانب. صلاة الله ما لا الله.
عليه وعلى آله وصحبه، فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب، أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب المشارق والمغارب. لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين، يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما، صلى الله عليه وسلم. قال في أجل من لم يزل سميعا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق، أو أحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيد العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام، يسبح الله الذي ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه، فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته. قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في سفينة في سلب نوح وجعلني في سلب الخليل إبراهيم حين قذف بي في النار، ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على صفاح الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلوا على النبي محمد. صل عليه. يا حجرة ضمت جمال محمد هويت كريما سيدا كملا بدرا يا حجرة ضم جمال محمد حويت كريما سعيدا كاملا بدرا يا عيني مطال العمر من محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن
مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عيني ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. صلوا على النبي محمد. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن. حبيبي محمد ففي قلبي بزيد كل ليل كماله دلاله متخزي جلاله كماله دلاله متخزي جلاله وزيعه باله باله تشوف وبريدك واتمنى مرسيدك
قال علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات بي فتحته فإذا فيه ذكر نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام صلى الله عليه يقص شعره ويتزر على وسطه
يكبرون يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم. يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال، قلوبهم مصاحفهم، يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. الحمد لله. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا منهم. وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم. اللهم اغفر لنا ولهم. وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام، فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم، فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم، ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال، غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيقول الحق وعزتي وجلالي، لا جعلت من أخلصني بالشهادة كمن كذب بي، أدخلهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود. مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود. صلى الله عليه. الكون إشارة وأنت المقصود، يا أشرف من نال المقام المحمود، وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب، حتى أجروا لكم عرائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب، أراك إلى الحضرة الملك الوهاب. صلى الله عليه. حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب، فلما ألوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة، خرج بي مرسوم الجليل لناخي بالمملكة جبريل. يا جبريل، جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود أشياء وإبداء الأرض والسماء، أنكنوا في هذه الليلة لبطن أمي مسرورا، أملأ به الكون نورا، وأكفل يتيما، وأطهر أهل البيت تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا،
وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
بك يا حبيب السلام عليك الله الله صلوات الله عليك كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين وله فيك غرام واشتياق وحنين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عبدك المسكين يرجو الله لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان صلى الله عليه، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا تي حق الله لم يكن أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه، وإذا دعاه المسكين أجابه، يقول الحق لو كان مرا، ولا يثمر لمسلم غشا ولا ضرا. الله عليه. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماس ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر، وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام، وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت من ذلك الكلام صلى الله عليه. وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه، وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب، ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب، وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر صلى الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعد واصفيه: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه،
اللهم إنه كان معنا في السنين الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله. يا غلت حيلتي أدركنا يا رسول الله، أدركنا يا نبي الله، أدركنا يا حبيب الله. صل على النبي محمد، صل عليه. اللهم صل على محمد يا ربي، يا ربي صل.
صلوا على النبي محمد. قلوا القلوب، قلوا القلوب إلى الحبيب تسيلوا، ومعي بشاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا هدى لرب العالمين خليل المدد، المدد، المدد يا رسول الله، المدد، المدد يا حبيب الله.
عليه. صلوا على النبي محمد. صلي عليه. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancar. Yeah.